مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج Muscles Rebuilding. هذا البرنامج اللي من خلاله نسلط الضوء على كل ما هو جديد في عالم رياضه كمال الاجسام. حلقتنا اليوم بنحكي فيها عن الاكتاف الامامي، لكن قبل لا نبلش في حلقه اليوم خلونا نروح هذا الفاصل ومن بعده راجع لكم، خلكم ويانا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد هذا الفاصل، خلوني أرحب باسمي وباسمكم في ضيفي المميز لحلقة اليوم كابتن فايز المعيج. نقول لك مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يا هلا ومرحبا كابتن فايز. اليوم راح نحكي عن هذا الجهاز اللي يشمل يمكن العديد من العضلات. نعم. لكن اليوم تمريننا راح يكون نسلط الضوء على الأكتاف الأمامي. لكن قبل أن نبلش كابتن فايز، احنا تعودنا في كل حلقة عندنا سؤال الجمهور أو الشارع الرياضي مثل ما نقول في هذه الرياضة. طبعا دائما سؤال يتردد دائما أبو علي، يقول إيش كثر فترة الراحة اللي تكون ما بين الجولات؟ دائما يسألون هذا السؤال. في ناس تطول دقيقة، في ناس تقول لك لا الاستشفاء العضلي 45 ثانية عشان لا تبرد العضلة. نعم. في ناس يقول لك لا والله أنا أخذ دقيقتين ثلاث، وفي ناس ما تريح. الصح شنو؟ كل شيء له طريقة خاصة. ممتاز. مثال الدقيقة اللي أقول عنها، في من دقيقة لدقيقتين بعد. ممتاز. تمام. اللي كنا نتكلم عنه بموضوع حلقات السابقة. صح. اللاعب اللي هو يحاول إنه يزيد من أوزانه. تمام. صح. تصير هذا إحنا زي ما نسميه فترة الراحة اللي هي خلينا نقول الأوف سيزون يعني. مثلاً. أخلي الراحة دائما بين جولة وجولة من دقيقة إلى دقيقتين. صح. علشان يخف الشد الحاصل بالعضلة من التمرين الجولة السابقة، يخف الشد، فأنا أقدر أني أزيد وزن وأزيد في الحمل على العضلة. حلو. فطبعاً يكون أغلب التكرارات تكون جداً قليلة، راح تكون خلينا نقول من 5 إلى 8 تكرارات إلى 10 تكرارات خلينا نقول، وبين جولة وجولة راحة دقيقتين تقريباً أو دقيقتين علشان أقدر أنا أزيد أوزان بعد ذلك. عملية خلينا نقول 30 ثانية إلى 45 ثانية هذه إن أنا أعطي العضلة بومب أكثر. هني أنا أقدر مثلاً نقول شلون إني أنا أطلع عضل. خلينا نقول هذه لها وقتها، بعد يعتمد على البرنامج الغذائي حق التمرين. هناك هناك بولك نسميه فترة ضخامة، هذه فترة إني أنا أزيد عضل بالوقت هذا. في أقل في 20 ثانية. صح. 20 ثانية هذا إحنا ندش فيها وقت خلينا نقول تجهيز البطولة آخر شيء، علشان أزيد اللود على العضلة، ضخ دم مستمر عشان بالزيادة أنها تنشف أكثر ويصير فيها ديب أكثر. طبعاً نستر ما تكون فيها أوزان جداً قوية، أوزان معقولة، تكنيك الهولدات، علشان يصير عندي في العضلة اسمها ديب، اللي خلينا نقول الألياف العضلية تكون باينة أكثر. صحيح. فهني هذا الاختلاف بين فترات الراحة. يعني من جسم لجسم يختلف فترة الراحة، وأيضا عملية الاستشفاء العضلي اللي تحصل من جولة لجولة تختلف من شخص إلى آخر. بالضبط. ففي ناس هذا أمر خاص مني، مثلا أنا قاعد أتكلم بموضوع إنه دقيقتين هذه في حالي أنا في أوف سيزون، فخلينا نقول البولك الضخامة، خلينا نقول مثلا إنه أنا آكل كارب عالي، أبزيد كتلة الوزني، أبزيد الكتلة العضلية عندي. طبعا راح يزيد معي الفات. طبعا راح يزيد معي الفات. بس راح أزيد كتلة، خلينا نقول كتلة العضلية، أزيد حجمي. الثلاثين ثانية هذه إذا كان أكلي ممتاز أموري طيبة، فأنا هي راح أبدأ أزيد عضل وأخسر دهون بنفس الوقت. في حال الفترة الأخيرة من تجهيز البطولات هي هذه اللي هي الفترة تكون وايد قصيرة اللي هي العشرين ثانية. عملت أما موضوع عملية الاستشفاء وكذا هذه الأمور، هذه لا، هذا راجع حق البرنامج الغذائي، الراحة، خلينا نقول حتى عملية النوم. صح. النوم يلعب دور كبير. صح.
100% وافقك الرأي، كلام جميل. الجهاز اللي بنتمرن فيه ابو علي اليوم يمكن جهاز متعدد الوظائف نقدر نقول، تقدر تتمرن فيه اكثر من تمرين، لكن تركيزنا راح يكون اليوم على الاكتاف الامامي. الامامي تفضل. تفضل. طبعا انا راح هني راح اوريك خلينا نقول نوعين من التكنيك بالتمرين. أنا أخذت الجهاز حلو في عملت أني أنا يكون كوعي قدام داس. لما يكون كوعي قدام وأطلع فوق أتمرن هني، يعني أنا أشكل الكتف، الكتف الأمامي الكتف العادي مو أمامي، لا الأمام أمامي الحين الأمامي أمامي. أوكي. يعني أمامي راح يكون بروحه بالضبط، يعني العضلة هي، ولكن في حال اللي تمرنت بالطريقة هذه يعني أنا أفتح أي. والكوع يروح على وراء أي. اكثر شوي مو حيل يروح بالطريقه هذه، هني انا راح اسوي عمليه تناسق بين الكتف الامامي والصدر العالي. اوكي، ان تشغل العضلتين في تمرين واحد. نقول العالي ما راح يشتغل وايد بس، ولكن يصير عمليه تناسق بين الكتف والصدر العالي. يعني خلينا نقول اكثر لاعبين بطولات هم يبحثون عن موضوع البوز، لما انا اي اعطي بوز خلينا نقول التجميع يكون الكتف الامامي مع صدر ومع صدر العالي كتله واحده، ما يكون في خط فاصل هنا. ممتاز، يكون شكل واحد هنا. التمرين هذا اللي هو كوع يروح على ورا. اما اذا انا بطول الكتف الامامي بنفسه وخط الفاصل واحد يكمل الثاني، يعني هذا انا اعطي كتف الامامي مساحه، كتف الامامي مساحه اكثر، يعني يصير عندي شكل اعرض اكثر من قدام. وهذا يكمل لي ان انا اسوي تناسق بين الكتف الامامي وصدر العالي. في اكثر من تمرين ابو علي يصير حق الكتف الامامي. نعم. عدل. إيه. انزين اليوم الكتف الامامي مثل ما تفضلت طريقه تمرينه، هل راح يتحرك بروحه ولا يتحرك مع عضلات ثانيه؟ يعني مثل انا مثل ما شفتك يمكن الصدر تحرك مع الاكتاف الامامي. نعم. صح. نعم. لا الصدر العالي بس هم كعضله مساعده. نقول عندنا الترايسبس كعضله مساعده، هذول العضلات الشغالة مع الكتف. ممتاز جدا جدا. الابتعاد عن الأخطاء الشائعة، يمكن أبو علي من أكثر الأخطاء اللي تحصل في هذا التمرين شنو؟ الوزن الزايد. الوزن الزايد اللي ما له داعي. برضو نرجع حق موضوع الأوزان الثقيلة اللي نشوف، لأن الكتف وهو أساس الجسم حق كل التمارين. صح. أي إصابة بالكتف ما راح تقدر تمرن ولا أي تمرين، لا صدر صحيح، لا كتف، لا باي، لا بطان، ما راح تتمرن. فدائما الكتف العب باوزان معقوله، دائما حرص انا اكون قادر عليها، لانه وايد اصابات قاعد تصير بين الشباب موضوع تمرين الكتف وزياده الاوزان اللي ما لها داعي. ما لها داعي. صحيح. نعم. كل الشكر والتقدير لك كابتن فايز على حضورك تواجدك ويانا في برنامج ماسلز ريبيلدينج. استفدنا منك الكثير حبيبي. قواك الله. الله يسلمك. ابتداء اعزائي المشاهدين كنا وصلنا لختام حلقة اليوم، على امل ان شاء الله نلتقي وياكم باشر في نفس الوقت. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات اسرة العمل وفي امان الله.